كان في طرفين انا برايي لهم مصلحه بالتخريب الوضع، هن السعوديه بمعنى مش تخريب، السعوديه ما بدها تعطي لبنان شيء قبل ما تحسم ملف اليمن، وهذه حكاها امبارح يمكن رئيس نجيب ميقاتي انه من اولويات ولي العهد هو موضوع اليمن. في معلومات وصلت لحزب الله حسب بعض الاصدقاء عن طريق الفرنسيين انه نحن كسعوديين لن نفاوض او نبحث الملف اللبناني قبل ما تساعدونا بملف اليمن، لانه ملف اليمن صحيح في هدوء الان في هدنه، بس السعوديين كثير بيعني لهم ان تصل الاوضاع باليمن الى تسويه متكامله، وهن بيعرفوا اكثر طرف ممكن يفتح لهم علاقه هو حزب الله وايران، يعني لديك وبدهم هالثمن. يمكن هلا استاذ جبران بصير بهاللحظه ممكن يكون براهن، انا برايي انه هذا التصعيد يفيد، بس هل هذا سيؤدي الى ازاله العقوبات؟ انه هل هذا الثمن؟ انا برايي بكون حتى لو ازيلت العقوبات بس بكون عم بيخسر بما يسمى المصداقيه. نعم. يعني بكون واحد عم يقوس على حاله يعني بهذا الموضوع. قبل ما تتابع بالموضوع المحلي، بما انه حكينا عن موضوع اليمن، هل في امكانيه انه يتم الوصول الى حل نهائي بموضوع اليمن بين ايران وبين اليمنيين من جهه وحزب الله وعفوا والسعوديه، وبين ايران والسعوديه من جهه اخرى؟ ما في شيء بيمنع. اول شيء الاجواء الان اصبحت مهيئه اكثر بعد هذا المعركه كلها، لكن بدك تشوفي شو ماذا يريد السعوديون وماذا يمكن ان يعطي اليمنيون، لانه كمان عندك طرف، يعني العلاقه بين ايران وبين حزب الله وبين انصار الله مش علاقه تبعيه، يعني هذه اللي يمكن السعوديين ما بيدركوها، يعني مثل علاقه ايران بحزب الله، صحيح في علاقه استراتيجيه، بس حزب الله بالاخير بالشان الداخلي اللبناني في مساحة كبيرة من بتقول من شان القرارات. حزب الله مش انه والله ايران بيقولوا عين فلان او يراجع فلان. ايران لا، سيد حسن مقرر وهو معني، وهذه اعلنت يعني من قبل بعض الاصدقاء انه سماحة السيد حسن مع الايرانيين بالملف العربي له الاولوية، هو يساهم بالتفكير. الانصار الله باليمن مش انه الايرانيين بيشتغلوا معهم بالريموت كنترول، في جهد الان أنا برأيي عم ينبذل للوصول إلى تسوية، قد يكون هلا أنا ما عندي معلومات، هذا التقارب العربي مع السوريين وذهاب الرئيس بشار الأسد إلى سلطنة عمان بهذه اللحظة، إجوا الإماراتيين لعندهم هذيك، يمكن تكون سوريا تلعب دور، وهذه بتكون ثمن مش بس لإيران ولحزب الله، ثمن لسوريا في حال كانت لعبت دور إيجابي بموضوع اليمن. أول شيء بترجع سوريا على العلاقات العربية، وثاني شيء في احتمال، هذا أنا علامة استفهام يعني ما عندي معلومات، الدور السوري بلبنان بيرجع إلى ما كان عليه. إلى ما كان، هذا أنا الله يرحمه الدكتور خير الدين حسيب من سنتين تقريبا، سنتين ونص قبل ما يتوفى يمكن شيء، قال لي أنا أرى هو وهو شخص استشرافي مستقبلي عودة سوريا إلى لبنان، وسليمان الفرنجي رئيس جمهوري بغض النظر عن رأيي الشخصي، وهذا اللي بده يصير، هيك رايه كان خير الدنيا. هلا اذا لكن اليوم الوضع في لبنان لا يشبه الوضع ايام 2005 وما قبل 2005، ان كان من جهه السياسه يعني التكتلات السياسيه الموجوده، واللي فينا نقول انه اليوم صوت المعارضه اعلى في هذا الشان من ما كان. كان عم بيحكيها الاستاذ وفي انصر الصبح على اذاعه النور، هلا السعوديه بس تعطي اشاره ايجابيه تجاه الاستاذ سليمان فرنجي بيتامن ال 65 صوت، وبتتامن حبة مصر كمان 86 و86 اللي هن بيعملوا شو اسمه، وكل اللي بيحكوا على سليمان فرنجي اليوم بيغيروا رأيهم أو بيسكتوا افتراضا، لأنه احنا بنعرف بالأخير بعكس ما يقال إنه والله حزب الله ناطر القرار الإيراني، في كثير قوى لبنانية تدعي السيادة وتدعي ناطر القرار السعودي افتراضا، بس إنه السعوديين شو بدهم يقولوا لهم؟ إذا أوحوا بشيء إيجابي معين تجاه حدا فهن بيتابعوا، وإذا أوحوا شيء هلا العلاقات اللبنانية السورية بكرة بس ترجع السعودية على سوريا بصير اللي ما كان يروح على سوريا بيروح بساعد. هلا طبعا العلاقات رجعت شوي احسن، يعني شفنا في وفد نيابي راح ترأسه هلا مجرد امبارح وزير خارجية السعودية اعلن امبارح موقف انه نحن ليس من الطبيعي ان تبقى سوريا معزولة ويجب ان تعود سوريا الى الحضن العربي، هذا الكلام السعودي بكره هذا تمهيد لعوده العلاقات. بكره كل اللي كانوا ينتقدوا سوريا بدك تسمعيهم
انه عم بيشيدوا بالدور السوري على اي رهان بيصيروا يراهنوا، مثل الرهان القديم، انه نحن بنرجع بنعمل علاقات مع سوريا وبنتعاون مع سوريا، لانه هي سوريا الدوله الوحيده اللي بتقدر تواجه الدور الايراني او بتقدر تضبط حزب الله بهذه الهداك. هذا الكلام موجود من زمان، بس يعني يوم عودة سوريا إلى الحضن العربي أقرب من أي وقت مضى، مع يعني قبول وترحيب سعودي، صح؟ أنا هيك هذاك هذا اللي شايفه. بعد في دولة وحيدة عندها شوية يمكن وبتصور الكويت. لا، قطر. الكويت ما عندها مشكلة مع السوريين، بعتقد الدولة الوحيدة بعد عندها تحفظ هي قطر، بعتقد إنه هلا بأزمة الزلازل. وأنا بتمنى يمكن في حدا كتب نداء يمكن لأمير قطر إنه أنت عشو ناطر بالأخير. وهو كانت علاقته بالرئيس بشار الأسد كتير جيدة، وعملوا بنوا بتصور وقت القمة العربية اللي صارت بسوريا، القطريين بنوا بتصور مدينة وقتها، هذه قبل أحداث سوريا. أنا برأيي هذه هي اللحظة المناسبة لعودة العلاقات العربية العربية طبيعتها، غير العلاقات الإنسانية بالمنطقة، لأنه نحن اليوم أمام زلزال كبير ولا زلنا نعيش تردداته، ووصلت اليوم إلى إيران وإلى سلطنة عمان وإلى السعودية، غير أنه الزلزال الأساسي. على الأقل هذا بقول السبب الإنساني يكون يرجع الأمور إلى طبيعتها، لأنه طب شو بعد إلى معنى أنت تقاطع سوريا أو ما تروح على سوريا؟ طب كيف تعلق على زيارة النواب اللبنانيين إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد؟ وهذا لقاء يعني كان لافت من عدة جوانب. أولا ترأس هذا الوفد النائب علي حسن خليل، وأنا ذكرت سابقا يعني البعض ربما يرى في الأمر أنه لا عادي يترأس نائب علي حسن خليل، ولكن نحن نعلم أنه بفترة من الفترات كان في زعل، لا مزبوط، كان في زعل من الرئيس نبيه. هي سبحان الله، ما هي احيانا الظروف والاحداث بتساعد تكون احيانا واحد هو وخيه يمكن هيك بيصير اشكال معين، بلحظه ما بيجي حدث بخليني اتجاوز. انا برايي يعني هذه لحظه بتصور لرئيس نبيه بري وحركه امل، لانه خلال الفترات الماضيه كل الناس بتعرف انه كان هناك في استياء سوري من أداء حركة أمل والرئيس بري من وقت الأزمة السورية على مدار سنوات، وكان في نوع من قطيعة. صار في محاولة قبل عدة أشهر أو ما بعرف شي زيارة عملها الأستاذ علي حسن خليل، ما بعرف شو كان مناسبة، ولم يستقبل وقتها من الرئيس. هلأ التقى الرئيس الأسد. أي هلأ أولا الرئيس الأسد سوريا اليوم بهيك لحظة، أول شيء هي يعني بتستفيد بالمعنى الإنساني والسياسي، في لحظة تضامن مع، فيها واحد عم بيقول لك أنا جاي لأتضامن معه، قل له لا ما بدي استقبلك، طب ما أنا عم بدعي كل العالم يتضامنوا معنا. فهذه لحظة بصير في تجاوز للبعد. النقطة الثانية، أنا تقديري هيك لحظة قد تمهد لتفكير سوري جديد بالعلاقة مع لبنان. طب إذا هذا صديق قديم حتى لو غلط، طب ماشي الحال، ما برجع برتب اموري معه، يعني ما منه مشكله، وهذه بتفيد السوريين، مثل ما صار بزياره الوفد الوزاري. وبعتقد حسب المعلومات اللي ذكرها الوزير الدكتور علي حميه بلقاء كمان بإذاعة النساء بتسمعته، انه يبنى عليه، قال انه هذه الزياره تبنى عليه. سوريا اليوم انه المنفذ الاهم لسوريا اليوم هو لبنان، سواء بموضوع المطار، المرفأ، قديش هذيك، ولبنان حقيقه بالعلاقه سواء بالموضوع السوري والتركي. نحن كنا امبارح قبل الزلزال كنا عم نحكي عن مصالحه تركيه سوريه، هذه ممكن تتم، لانه اصلا كانت قبل الزلزال عم ينشغل عليها والروس، كان الرئيس الاسد مأجل الموضوع. انا برايي ما جرى سيؤدي الى مراجعات لكل العلاقات بالمنطقه، وهيدي بتخدم انا برايي سواء روسيا وايران اللي هن كانوا عم يشتغلوا على هذا الموضوع، والان الوضع بده يتحول.